بص من العاصمة الأمريكية واشنطن، أولا مساء الخير، ماذا عن ردود آخر ردود الأفعال وماذا عن السيناريوهات الخاصة بهذه الضربة؟ البعض يصف هذه الضربة بضربة متفق عليها في شنك لم تحقق أي هدف. الخاسر إيران والذي حقق مكاسب نتنياهو. أتفق معك تماما، لأن كان هناك لدى الإدارة الأمريكية تشاورات وتنسيق غير مباشر مع إيران عبر السفارة السويسرية وأيضا عبر سلطنة عمان، وكان هناك يعني تواصل، وأعربت إيران وأبلغت الولايات المتحدة ودول المنطقة وبصفة خاصة دول الخليج أنها ستقوم بهذه الضربة نوعا من الرد على الاستهداف الإسرائيلي للسفارة الإيرانية، القنصلية الإيرانية في دمشق. وبالتالي لم يكن مفاجئا أن تقوم إيران بمثل هذه الهجمات، لكن البيت الأبيض الآن يخشى أن تقوم إسرائيل برد فعل تثير رد فعل آخر، وكأننا في مباراة بينج بونج، تضرب إسرائيل القنصلية الإيرانية فترد إيران ببعض الصواريخ التي لا تسفر عن أضرار، ثم تقوم إسرائيل برد فعل، ثم تقوم إيران برد فعل آخر. وبالتالي هناك مساحة من حسابات الخطأ أو سوء التقدير أو أن يحدث شيء غير مألوف أو أن تتدخل فصائل أو أطراف تريد إشعال المنطقة، وهذا ما لا تريده إدارة بايدن. وبالتالي كما قلت، الكاسب الأكبر أو المستفيد الأكبر من الوضع الحالي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن هناك تعاطف كبير الآن في الداخل الأمريكي مع دولة إسرائيل التي تبدو وكأنها ضحية وتبدو وكأنها تتعرض لتهديدات من عدة جبهات في منطقة الشرق الأوسط وفي أجواء يعني عدائية ضد الدولة الإسرائيلية. وبالتالي هناك رغبة داخل الكونغرس الأمريكي في دعم إسرائيل دعما واسعا، والآن لم يعد هناك شخص يمكن أن ينادي بتقييد الصفقات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. وتتوارى في هذا المشهد ما يتعلق بالحرب في غزة والاجتياح التي تلوح به إسرائيل ومناوراتها في يعني إثارة القلق من اجتياح رفح. الآن الإدارة الأمريكية تحاول ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية حتى لا تقوم بالرد، ولإدارة بايدن رغبة في عدم وجود رد إسرائيلي لعدة أسباب. أولا، السبب الأساسي لدى الرئيس بايدن هو أنه سيخسر الانتخابات الرئاسية القادمة إذا حدث إن ضربة إسرائيلية أدت إلى اشتعال حرب واسعة، وبالتالي انجرار الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وهذا بدون شك سيجعل الرأي العام الأمريكي يعني غاضب على سياسات الرئيس بايدن أكثر مما هو غاضب الآن، وبالتالي قد يخسر الرئيس بايدن الانتخابات القادمة. في الجانب الآخر، الجميع الآن وخاصة الحزب الجمهوري